العنف الذي شهدته الأسكندرية قبيل الانتخابات كان له تأثير على العملية الانتخابية. كثير من المرشحين شكوا من عدم السماح لمندوبيهم بدخول لجان الاقتراع رغم أنهم يحملون توكيلات عنهم. هؤلاء الممنوعون ينتمون إلى أحزاب وتيارات مختلفة مشاركة في الانتخابات، وعلى رأسها الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين. وانا كنت مزعق معاه عشان هو مش عايز يتدخل. مامور الاسم لازم يروح يتخدم من هناك، خدمنا من مامور الاسم قال لك لا لازم تجيب ورق والظابط واقف متعصب. هو ما بيدخلش، هو ما بيدخلش اي حد من الاحزاب. هو حضرتك ما فيش لا من الاحزاب ولا من الحزب الوطني. حضرتك ما فيش انا حزب وطني اسمي عبد العزيز السيد السيد يوسف خميس بدر امين 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 التنظيم الحضري البحري. ما دخلناش، كل امر بيتم في الظلام، احنا ما بنعرفش ايه اللي بيتم. لا ما فيش ظلام ولا بتاع، ما فيش ظلام ولا مش ظلام ولا مش ظلام. الحزب الحاكم يخوض الانتخابات في الأسكندرية ب29 مرشحا مقابل 4 للإخوان بعد شطب 4 نواب في البرلمان ينتمون للجماعة من قوائم الترشيح. بعض دوائر الأسكندرية شهدت إقبالا كبيرا وبعضها كان الإقبال عليه ضعيفا، بينما عزف كثيرون عن المشاركة في الانتخابات. مراقبو الانتخابات مارسوا عملهم بحرية في الأسكندرية وسجلوا بعض التجاوزات من بينها عمليات التصويت الجماعي ومخالفات في الدعاية يوم الانتخابات. استخدام الشعائر الدينية واستخدام دور العبادة، استخدام المنشآت الحكومية، استغلال مناصب، كل الحاجات دي طبعا اترصدت كانتهاكات. يشاهد رصدت أول حاجة كانتهاكات عنف، إن رصدت إن في بوكس منزل جماعة من البلطجية في منتزه تاني، في اسم منتزه تاني، تمام. الجماعة ديت لابسة تيشيرت عليه إسلام هو الحل وبلطجية، وهم متصورين حتى يشاهد رصادتهم من أول الاسم لغاية ما وصلوا لأماكن. دول من الإخوان المسلمين؟ ما أعرفش، هي بس نازلين من بوكس شرطة ونازلين من الاسم. حزباء الوفد والتجمع يشاركان في الانتخابات بالأسكندرية بثمانية مرشحين لكل منهما، وتتنافس على كوتة المرأة في المحافظة 17 امرأة. المراقبون يقولون إن الأجواء الانتخابية هنا في الأسكندرية بسخونتها وصراعاتها وأمواجها التي تعلو أحياناً وتهدأ أحياناً تمثل نموذجاً مصغراً من الانتخابات في مصر. محمد طه، بي بي سي، من الأسكندرية.